السيد السوداني الآن بحقيقة في موقف لا يحسد عليه أبدا. هو رجل موظف حكومي ممتاز، تقليدي في المكاتب ممتاز، بس هذه تحتاج إلى قيادة سياسية متمرسة، قيادة سياسية متمرسة داخل البلد وخارجه في المصارف الدولية. الفريق لحد الآن مع السوداني لم يرتقي إلى مستوى الدولة أبدا، لا مستوى فريق الخارجي ولا فريق الاقتصادي. لا ننسى أنه السيد السوداني بنى كل برنامج الانتخابي في تيار الرافدين على إنزال قيمة الدولار بتصريحات سابقة وكلها موافقة، ومحاربة مافيات الفساد في الاتصالات وهالشيء، الشيئين أخفق فيهم لحتى اللحظة هذه. فالدليل أنه ما ممكن للسيد السوداني أن يقود حكومة تدار من الآخرين، وأعتقد الحكومة تدار من الآخرين وليست من السيد السوداني. تقصد من الأحزاب المسيطرة على اللي هي الإطار التنسيقي؟ وهي رح أسألك، هل سياسات سياسة الإطار التنسيقي بإدارة الدولة هي السبب في ارتفاع سعر العملة؟ فشل الدولة، نعم أم لا، سياسة الإطار بإدارة الدولة، فشل الحكومة هو فشل الإطار. فإذا السياسة اللي انتهجها الإطار لحتى اللحظة هذه هي سياسة فاشلة على المستوى الدولي.